أكتر برج صبور؟ اكتر برج صابر على حياته. صابر. أنا صابر. صابر. التور. التور الترابي صابر. واقعي. جدا جدا التور صابور جدا، وبيتحمل بيتحمل الحاجات اللي بتحصل، وبيشيل المسؤولية وبيحل المشاكل وصابر. عنده جلد وصابر كده، مولود التور. طب أكتر برج بيكسب محبة الناس؟ الميزان. الميزان. مش قصدي ان هو عنده كاريزما، لا، لا فاهمة. الناس تحبه. لا يكسب محمد الناس، لان الميزان برج هوائي اجتماعي، فتلاقيه زي الفراشة كده قادر وبيعرف يتعامل مع كافة شرايح البشر، يعني يتعامل مع المدير والوزير والغفير والبسيط، فعنده الدبلوماسية واللباقة عنده المقدرة دي. والمقدرة صح. ان مفيش محمد شريحة من البشر ما بيعرفش يتعامل معاها، فدي بيخليه يكسب محبة الناس بسهولة. أكتر برج شاطر في كسب المال؟ العذراء. العذراء أبناء عطارد. أبناء عطارد أولهم العذراء والجدي، الاتنين شاطرين جدا في حتة كسب. بتخططي يعني أو بيخطط. ما هو عطارد بيخليه يخطط، يخطط إزاي يكتسب من حاجة معينة، فالعذراء طبعا في الأول وبعد الجدي على طول. طب أكتر برج عنده ضمير، عارفه ضمير قبل حكمه؟ اللي هو انت كده ضمير قبل حكمه. ضمير قبل حكمه ده الدلو. الدلو انساني جدا وبيساعد جدا وبيسند، نصير عارفه نصير المظلوم، نصير. فالدلو من الابراج النصيره جدا ده حقيقي. انا عنده ضمير. من صديقاتي برج الدلو دي حقيقتهم كده فعلا. اكتر برج نقول ان ده بيحب يعذبنا، يعني برج متعب، يعني اكتر برج متعب. بصي اكتر برج يحس هخرج من الاستوديو النهارده. بس خلينا نقول ايه، لو خليناه بطريقه فرديه، كل واحد مين البرج اللي بيعذبه؟ يعني انت مين اللي بيعذبك يا مفيده؟ برج. يعني خليها حاجه فرديه، بس انا لو هقول ان جنرال، لا هقول ان جنرال البرج اللي بيحب يعذبنا العقرب. معلش يعني العقرب بيحب يعذبنا. لان العشريه الثالثه قلتها كتير، عندهم دل، وخصوصا المولودين من 14 11 لغايه 21 11، الحبه دول انتقامهم صعب. هو حد على فكره ذكي جدا العقارب، بس زنانين. ذكي ما بينساش حاجه. يعني انا اختي عقرب ذكية، بس هي العشرية الثالثة، لأن العشرية الأولى والثانية طيبين قوي قوي، يعني تحسهمش عقارب. الأولى والثانية، الثالثة اللي هم مولودين من 14 11 ل 21 11، عقلهم حاضر جدا وأذكياء جدا، والديل اللي عندهم بيخليهم ما بيتهاونوش في حقهم أبدا. فأنت النهاردة بس مش على الفاضي والمليان، يعني مثلا أختك لو هي في العشرية الثالثة مش ماشية تقول يا شكل البيع ولا تلدغ، لا أربعة. لو قربتي منها قربيش منها، تقوليش في حرب مع الدل لا العقرب. تقترب مع العقرب في العشرية هو أكتر شخص في العشرية الثالثة، وهنا بيخليهم بيعذبونا. طب أكتر برج بيسامح في حقه، مش عايزة أقول عبيط، لكن أقول إن هو من كتر ثبته بيسامح. الحيتان. الحيتان متسامحة. الحيتان أولا كوكبهم الحاكم نبتون، الحيتان بتسامح في حقها، وممكن تسامح عن قوة مش عن ضعف. يعني هو عارفة العفو عند المقدرة مش العفو عند الضعف، فالحيتان قادرة تاخد حقها وقادرة تنتقم، بس هي بتتسامح لأن هي شايفة أن التسامح أكسفك من نفسك، وانا لما هسامحك انك مثلا جيتي عليا ولا خدتي. هو شايف التسامح قوة. انتقام وراقي، فلما هسامحك هحسسك بالذنب. والسرطان كمان. انتوا اخترتوا واحد، فانا بختار التوب. يعني اكتر برج عليه العين ومحسود. خلينا نقول السرطان والاسد الاثنين. السرطان طاقته خفيفة جدا، لان احنا قلنا كوكب الحاكم القمر، والقمر ساعات بيبقى هلال وساعات بيبقى بدر وساعات، فطبعا لما بيبقى لسه طاقة القمر خفيفة بتخترق بسهولة، والشمس عشان هو وهج ولافت للانتباه جدا، فالشمس من كتر ابناء الشمس من كتر جمالهم وظاهرين وطاقتهم واشعاعهم واقبالهم على الحياة، ايه ده ايه النشيط ده، فبيشدوا العين وبيجيبوا لنفسهم الحسد. طب والاسد ما هو ده الاسد عشان كوكبهم الحاكم الشمس، فبيشع كده على الاسد. انا قلت خلاص القمر السرطان دول ابناء القمر، الاسد دول ابناء الشمس. ابناء القمر وابناء الشمس اكتر اتنين بيشدوا العين. لو هنقول اكتر من حد ففي ناس تانية محسوده، الحوت محسود، لكن احنا خلينا اكتر اتنين في درجه واحده. بيجي له كده مره واحده يقوم واقع، ما تفهميش فيه شادد العين جدا. طب عليه العين. يعني اكتر برج ممكن نقول ان احنا نديله ثقتنا،
نثق فيه، عندي ثقه فيك. الجدي. 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 الجدي رغم عنده الجدي بس بصي جدع وصاحب صاحبه وكتوم، كتوم هتقولي له سر مش هيطلعه، فتقدري تثقي فيه، بيبقى محل ثقه. فالجديان وتقال في نفسهم كده، مش بيتكلموا كتير. مش بيتكلموا كتير، مش بيدلقوا كلام، فتقدري تستأمنيهم قوي الجديان. طيب اكتر برج سمعته ظلماء، يعني هو سمعته غير حقيقته. يا حرام القوس. القوس عشان بيحبوا السفر والتنطيط وبيكسروا القيود اللي حواليهم، فاهمه؟ وممكن تلاقيهم بيقعوا في علاقات ويقوموا منها ويدخلوا في علاقه تانية. يعني هم مش شديد التعلق، هم سريع التعلق. شديد التعلق ده بيفضل في علاقه واحده ويفضل مكلبش فيها، لكن هم سريعين، يعني خلصنا قصه وانا مش هقف عندها. فطبعا بتلاقي سمعتهم ايه ده، هو ايه اللي بيخلص وبيسافر وبيتمرد على المشاعر السلبيه. فدايما تحسيهم الناس تقول عليهم ايه، يا حرام هو اللي مش شايل هم الحاجه، وانت مش الحياه الدنيا سطحيه، فمظلومين. لكن هم ليهم ثقافتهم الخاصه يعني. طب اكتر برج بيحب الاكشن؟ الحمل. حمل ديناميكي ومغامر، عشان نادر ما يدخل مثلهم يفوزوا باللذات كل مغامر او كل مجازف. فاللي هو مثلا مشروع، طب ما ندخل، طب ما سفريه، ما نسافر، ما انت خايف تقول لا حواجه، فهو مواجه وبيدخل في قصص شائكه كده بدون، فلا حياته مليانه بالاكشن. يبقى الحمل يساوي اكشن بالظبط. طيب التفاؤل، مين اكثر المتفائلين في كون الابراج؟ جوزاء. الجوزاء، الجوزاء دمهم خفيف كده، ولما بيقعوا في مشكله زي ما بقولها دايما يخلق من قلب الحزن ضحك. يعني حتى ويسخروا من نفسهم، يعني تلاقي مثلا الجوزاء يقول لك شفت اتعمل فيه ايه، ده انا خدت حته مقلب، ويتريق على نفسه ويعدي ويفوت، ما بيقفش. فتلاقيه متفائل كده، حابب الدنيا يعني. جوزائيين حلوين. طب اكتر برج دمهم خفيف كمان قوي. اكتر برج انيق؟ الاسد. في نفسه الاسد، وبيحب يحب يكون مهندم يعني وسلكتف. مش ما تشوفيش الاسد ممرمط او مش مهندم او لا مش لا. الاسد انتقائي قوي. ست وراجل، انتوا بتقولوا لي واحد، انا لو قلت اكتر من واحد في انيق كتير. لسه كنت هقول في كذا برج انيق، بس لو هنقول واحد لازم هحطه، يبقى هو الاسد. انقته يهتم جدا، يعني بيحب يهتم بيها يعني. اكتر برج كلاسيكي نمط يعني؟ كلاسيكي، لا مش نمطي، كلاسيكي، كلاسيكي يعني فورمال، ماشي از ذا بوك. اتنين، الجدي والطور في حته واحده، روتيني ترابي ثابت روتيني، فعنده ثوابت. اللي هو تلاقي مثلا الجدي والطور ما يغيروش الوان معينه، اسود كحلي رمادي، مش ما يخرجوش بقى للفسفورك، ما تلاقيهمش مطرقعين. فكلاسيكي قوي، حتى في الفرنتشر بتاعت البيت تلاقيها كلاسيكيه مش المودرن. فالجدي والتور كلاسيكيه. الجدي والتور. اكتر برج بيضحك، اكتر برج دمه شربات، اكتر برج تقولي انت برج كذا من كتر دمه خفيف بيضحك البنات. الجوزاء. الجوزاء. الجوزاء دمهم شربات. الجوزاء دمهم شربات، والدلو دمهم خفيف. الجوزاء والدلو الاثنين دمهم خفيف. والعقرب. العقرب دمه خفيف جدا، وهو رايق فعلا. العقرب دمهم خفيف. بصي العقرب، عشان بس الناس ما تزعلش مني لاني قلت العشريه الثالثه، بس لو هنتكلم عن العقرب، كاريزماتيك، انيق، دمهم شربات، فيهم المواصفات اللي تشد. راجل وست على فكره، فعشان بس ما نقولش ايه، هلا قالت ان فيهم لدغه، وفيهم لدغه يعني، حطي جنب اللي انا قلته ده كده وبيقدم، وفيهم لدغ، فهم من ضمن اللي دمهم خفيف. وخفه دمهم دي تحسي ان قعدتهم حلوه، احنا مشدودين، عايزين يكون حد عقرب موجود معانا في القعده عشان يخلي القعده لطيفه. انا عرفت عقرب، بس بحاول اترجم. امراه ولا رجل؟ رجل. رجل الاثنين على فكره، بس يعني اعتقد الحاجات اللي انا قلتها في رجل، في رجل العقرب اكتر، اللي هو الاناقه وخفه الدم والشياكه. لا ما ازاي قابلتيه؟ وفي مش خفه الدم، هو كاريزماتيك. ما هي الكاريزما بتيجي منين يا مفيده؟ ان انت فيك حاجات كتيره، ومن ضمنها انك قاعد مش تقيل، انت قعدتك حلوه خفيفه، قادر على الهدوء. بص يا هاله.